السلام عليكم علي الصاد، هاني السيارة كيف خلت راهي دارت شو سيطروا لي في ال اوكي هواء يخرج هاي الظهر هاي الظهر الصاد شو عم يختار يطرق من هذا الخريط عم يختار على حسب لي فيديو لي شفتو نتاع فيديو ديالو تاع ريكلاج كومبا بار باسكي درت احتمال اني تكون باسكية تكون باسكي تاع لي شابمون متكون يشتغل مليح يعني تكون في لاديميسيون باش تنفس يعني تكون تنفس يعني كاين ممكن تكون حد ممكن تحس في ديما راجولة تحسها باللي تكون لي تمشي طروافات مثلا فاش تمشي مريح هي يعني كي تخلقها تقدر توصل كي كنا نمشي في مطورك نمشي سون طرون سون كارون سون كي كونت ماكسيموم تما كي تمشيها كامل راح عامل فيها السلام عليكم عمي مفطر هذه ميغان 2 ان 5 دي سي راهي مهبلتني يا عمي مفطر هذه درت لها ريفيزيون موتور بدلت لها كل شيء بدلت لها جو سيغمون بيستون تيربو بدلت لها بومبوش بي سلامة الله لي كات انجكتور كمان بدلتهم دونك عمي مختار بقى فيها مشكل تاع تيراج عندها بروبليم في التيراج اشاك فوا نبدل نفتح لها لادميسيون ولا نشوفو دايما مسخن سيبو كاع مكراشي ب بلا كالامين سيب فيها معمر بالزيت فيريفيت لا سوبا لات تاع التيربو لقيتو مليح كيف لافانجيا سبتها من خمجة اشاك فوا تمشي بها ميل ولا تعاود تخمج ما دوك نوضوها العربي معك سمع الفتحة من الطرف هنا الدخان ما كاش تكون باردة حتى تكون يبدا تخرج لافونتور منها
اكسيليراسيون هادي ماشي مال كيديرها هادي ماشي دايما يديرها هادي كيزيد الشيء كاين دخان حديد زيد العربي شكرا عمي مختار ان شاء الله كيدنا السلام عليكم.